اليوم راح نكمل الجزء الثالث تعالي من الكامبين كان خاص بالويتش كوين اللي هي اسمها ذا انفستيجيشن، وبع طبعا معاي باتمان. مرحبا هلا باتمان. مرحبا. طبعا الانفستيجيشن الشيلد او الدروع اللي راح نواجهها من الانيميز هي طبعا سولار، وعندنا ارك. انا راح يكون عندي سولار، باتمان راح يكون عنده، خلينا نشوف باتمان. اوكي، عنده ارك، ممتاز. فنبدأ، بسم الله. نبدأ. طبعا الكامبين هذه هي عبارة عن، هي قصة متكاملة مجزأة، كل جزء باسم معين. المرة الأخيرة كانت دي جوست أو دي أرايفل، عذرا دي أرايفل. اليوم راح تكون دي انفستيجيشن اسم القصة أو الجزء. انا اخذ اليسار وانت اليمين العكس. اوكي، بس بي كيرفول. Everything here is imbued with it. What's strange to me is that she's vulnerable here. ما في احد قدام. انا عندي ارك هنا. اوكي، قررت عليك انا. واحد يخاف ده. جو نايت مع زومبي. ذا بليد، ذا بليد، ذا بليد هنا. بليد؟ اوه. اوكي، قضيت عليه. مسكت الجوز؟ ايوه، تمام. بين النفاذ. كيف نبي شيء بيطلع؟ نشوف ايش المفاجأة. حد الان ممكن من جهة اليسار هناك. هنا هنا في ارك، ارك مايت. تمام، خلاص ما عليه دخل. It's done. ايش بعد الان؟ في سلاحي اتوقع بسرعه. يمكن حتى نقدر نسوي الارك اللي هو اسمه الباور ارك. يس، اهم شيء يكون عندك ارك شيلد. ايه هني بس مسكر البوابه. We're blocked. We blocked. قال لك we blocked. up there. How did you do that? It's like you created those platforms out of thin air. هذه طرق مخفية. Oh. هنا 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 في جسر هنا. ايه تحت، ايه اوه بو.
المكان اللي ما احبه. هذه هنا زي الميز. هذا زي التوم. مسكر الباب، أنا في الجهة الثانية. إيه أول شيء أنت قفز بعدين أنا ورا. ليش يعني أنا تضحي بي يعني؟ لا لأن عشان لا واحد يدب الثاني بالخطر. يعني أروح أفتحها أول أنت تفتح. هناك. دقيقة بس لأن هنا سلاسل و فأنا بس هذول الزومبي متفجرين. يلا انزل قفز انت أول. أوبس انتبه. أوكي ريفيل الجهة. up there. Oh no, I fell down. You fell down. Oh, come on. عشر ثواني، تسع ثواني، كمان سبع. هري اب هري اب هري اب هري اب اقفز. اوكي نجوت هالمره نجوت. دقيقه هنا في طبعا طريقين، واحد اتوقع منهم واحد يكون فيه ال هناك في خاص هذا هنا يا بس في سايكيك انرجي زي ما قال في شيء هذا شفته لازم نروح له من الجهه الثانيه. أوه يا ساتر خلاص أشوف اليوم متفنن في الفينيشر باتمان. أوكي مو بالعادة مو بالعادة ممكن عشان لعبت ألعاب اليوم أربع لعبات في وقت قصير جدا ومنهم God of War. طبعا هذا المكان شوي مربكة يعني يحتاج الواحد انه يركز شوية لانه ظلام. طبعا انا اكره الزوم المتفجرين. احد ما يكرههم في اللعبة، احد ما يكرههم في جو. بعدهم موجودين؟ اعتقد لا. طبعا انا واحد من الناس في دي اللعبة ساعات اذا سولو اخاف. اوكي اعتقد من هذه الجهة. اوكي كويس وصلنا الى المرحلة دي. اسمع صوت العصافير. واشوف هذول قاعدين يطلع فينا واحنا ما منتبهين اليوم. فكلم يقول ايش قاعدين نسوى هذول يعني ايش يبغون بالضبط. هذول العث او الموث. الموث يسمونهم. هذول لازم تنتبه لهم هنا. Okay. Hey, you're stirring up the hive. This is exactly why I told you to leave. What do you know about hive using the light? That's why you're here. That's need to know. Yeah. Now look, all right, I really shouldn't be doing this, but come meet me outside the fortress. Just be discreet, all right? Oh. معناته احنا نقدر نتخطى هذولا. روح مباشرة لعند البوابة. نجوت هالمرة. ما
اوكي هنا مطرقتي وين مطرقتي اوكي which gate here gate اوكي لازم تكون لازم تكون جالس في الحلقة هنا انا مالي دخل اي احد هنا بيجي بموت مالي دخل ايه او الموت الموت اوكي انا قريب اموت اوكي استاذ خلاص خلصنا ليتس جو واه عطسه سوري اوكي between you and me I don't think this guy we've been talking to is working ما يهرجوا هذول الهايف دائما طبعا الهايف انا احسهم انهم كانهم دوم لعبة دوم اوكي حط الفلاج والبنر طبعا احنا عشان نقول للمتابعين ان عندنا بس ريفايز تو تايمز بس نعم فلازم نكون حذرين جدا خلك يا بات قريب هنا لا تروح بعيد احتفظ بالهذي الايموز خصوصا الصاروخ هذا عشان اخر مرحله اوكي الحين لازم خليك هنا لازم واحد يروح هناك عشان بعد المعركه اوكي طبعا هنا راح نواجه الان خلاص خلينا نركز على واحد من هذول اللي في الوسط اللي في الوسط تعال هنا تعال هنا لا تروح لا تعال تعال تعال, تعال هنا وراي وراي خليك وراي جرنيت طبعا الزومبي بوينت قدموا بس ما ادري ليش ما يجي لان الرئيس قدامه ما يقدروا يتخطوه زي الكشك لك يعني نعم قريب يسقط لازم ناخذ عنده جوست لا لا ما عنده جوست هذا ما عنده جوست ما عنده جوست تعال 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 لا تروح هناك تعال تعال خليك هنا بات تعال الجهة اليسرى الان ركز وياي هنا هنا وين البوس نبغى نشوف البوس احنا بس طبعا هنا يحتاج الواحد انه يصبر شويه ما يستعجل يعني لازم يكون صبور شوي ترى انتبه من جهه اليسار الباص اوكي او النايت انتبه انتبه اي داو تعال هنا تعال هنا خليك معاي هنا
إذا تقدر بس تتخلص من هذا الهايف اللي من جهة اليمين، لأن هذا مساوي لنا إزعاج. اللي في البوكس افتزت. إيه مساوي لنا إزعاج على دقيقة. لا 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 تروح، لا تروح هناك، لا تروح، خلك خلك قريب قريب. أنا قصدي أضربه من بعيد. قاعد يراوغ واجد يا أنا. وين هذا؟ أيوه هذا واحد منهم راح. أوكي خلاص تعال خلك قدام الآن. نغير بس موقعنا، اعتقد ان الموقع شوية جرانيت. اوه من الزاوية هذه شوية صعب اني اشوفه. انا اقدر اشوفه. اوه بس ضرب ضربة قوية. انتبه عاد. على وشك اوكي ممتاز. خلنا باقي هذا، خلنا نقضي عليه اللي يسوي لنا ازعاج بعدين. هذا هنا عندك هذه امو اخذتك. الآن تعال النايت الثالث من جهة اليمين، خلك هنا معايها، خلك قريب لا تروح بعيد. محتاج اني استخدم الصاروخ هنا عشان شوية نبعد هذولات عنا. هذا يا اخي مزعجين جدا يعني. حاول تقرب على الجهة. اوكي تقدر تقول انهم قريب يموتوا. لا تروح قريب جدا لهم ترى، انتبه. ما بقول لك كم واحد. ما عليه بس خلنا نقضي على هذا اول شيء. عشان بعد هذه المرحلة بيجينا الويتش. وبيجينا ايضا بار 3 نايتس. نعم خلاص خلصنا منه ممتاز. الآن تعال المرحلة الثانية هنا، خلك هنا قدام. هذا الزومبي بقى لحاله ذاك جت الوتش. بس الوتش راح نخليها في المرحلة الأخيرة. أول شيء نبدأ مع البوسز هذول النايتس. أوكي أوكي وين النايتس؟ ما طلعوا لحد الآن. خلنا نضرب الغبي هنا. ما عليه نضرب في الويتش شوية بس عشان هذا راح يحفز الناس انه يطلعوا. انتبه يا بات، انتبه لا تروح قدام. ايوه ممتاز.
ناو ايش اللي صار؟ الظهر الشيلد حقك كان في الوجه. لا لا تستخدم صاروخ هنا الان. ضغط ما عندنا الوان ريفايف. ايه كيرفول يعني خليك دائما بعيد وخليك بيهاند شيل. اتوقع عندك انت شيل ثاني نستطيع نطلق من خلاله، هذا ما نستطيع. لا هذا لازم استخدم الاكزيتك. انا ما مستخدم الاكزيتك حاليا. تعال قدام قدام قدام، لا تروح مباشرة إلى بات. انت مكشوف الان ترى، يعني يمكن اي ضربه تجي سنايبر او شيء راح يقضي عليك من المكان اللي انت فيه. اوكي باقي واحد، هذا هنا المشكله، هنا مع الويتش. دقيقه خلنا اتاكد بس وين موجود هذا. ما ادري ما اشوفه طلع، بس خلينا نركز على الوتش الان. شكله طلع. لا هذا زومبي. كان الوتش خلاص. كان يقرب. يس ام تراينج. خلاص اوكي دان. بهذه طبعا خلصنا المهمة The Investigation. You brought us here? Hey, take it easy. Just let me explain. هذا الجوست مخادع. بس صديقي. نعم.